أهلا بكم مشاهدينا. استعادت قوة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في شبوة مناطق عدة من قبضة ميليشيا الحوثي والمخلوع في مديرية عسيلان. وقالت مصادر إعلامية إن الجيش والمقاومة استعاد السيطرة على السوق العام بمدينة عسيلان، فيما لا تزال المواجهة مستمرة وسط تقدم للقوات باتجاه السلاسل الجبلية في مناطق العلم والسليم والصفراء إلى الجهة الشمالية والغربية من مديرية عسيلان. وقال قائد اللواء 19 مشاة العميد مسفر الحارثي إنه تم تحرير أجزاء واسعة من عسيلان، وما تبقى سيتم تحريرها قريبا، فيما بدأت العمليات كذلك لتحرير مديرية بيحان من قبضة ميليشيا. نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي تفاصيل الجولة الأخيرة من المواجهات؟ وما استراتيجية السلطات الشرعية في منعطف شبوة؟ في شبوة تستكمل العملية العسكرية مهمة تحرير الجهة الشمالية الغربية للمحافظة، وفي الجبهات الأخرى تحضر الاختلالات بمظاهرها التقليدية نشرة مزيدا من الحيرة حول واقع المحافظة ومستقبلها. دولة شبه غائبة وميليشيا تستميت في الإبقاء على سيطرة المناطق النفطية، ونافذون يستغلون غياب السلطات الشرعية لجعل المحافظة منفذا رئيسيا للتهريب، ومناطق وجدت نفسها تحت سيطرة القاعدة. مركب الأزمة هذه طرق أبواب شبوة بسيطرة التنظيم على مديرية عزان بالتزامن مع استكمال عملية تحرير باقي المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، وهو ما ينذر بتحويل المحافظة إلى ساحة جديدة من المواجهات بين الجيش الوطني من جهة والقاعدة من جهة أخرى. نتابع مشاهدين هذا التقرير ومن ثم نعود. تقدم ثمين لقوات الجيش والمقاومة في شبوة، وصفته قيادة العمليات العسكرية بالتقدم الأكبر منذ بدء المعارك في غرب المحافظة وتحديدا في عسيلان النفطية. في هذه الصور عناصر المقاومة الشعبية والجيش الوطني يستعدون لمعركة تحرير بيحان القريبة من محافظة البيضاء، بعد أن سيطروا على أجزاء واسعة من عسيلان وعززوا مكاسبهم العسكرية فيها. بينما لا تزال القوات تتقدم باتجاه السلاسل الجبلية في الجهة الشمالية الغربية، في أفضل التقديرات لا تسيطر الميليشيا إلا على مدينة بيحان والعين في أطراف المحافظة ومناطق العلم والسليم والصفراء. وفي نظرة سريعة على خارطة تقاسم النفوذ في شبوة، في عتق وحدها تحضر الدولة، وفي عزان ثاني أكبر مدن المحافظة يسيطر تنظيم القاعدة منذ أيام. أما بقية مديريات شبوة فتظل مناطق غائبة عن عيون الدولة وفي هامش الاهتمام الحكومي. كذلك يبدو الشريط الساحلي مهملا ومفتوحا على مصراعيه، الأمر الذي دفع بعض النافذين في المحافظة لإنشاء موانئ خاصة بالتهريب. في ظل العملية العسكرية الجارية في غرب المحافظة ودخول الجزء الآخر منها في قبضة القاعدة، يتساءل الناس عن جدوى الدور الحكومي، ولماذا شبوة بالرغم من أهميتها الاستراتيجية كمحافظة نفطية وساحلية؟ حياكم الله مشاهدينا. موضوع حلقتنا نناقشه مع ضيوفنا من بيحان شبوة، رئيس أركان اللواء 19 مشاة العقيد الركن علي صالح الكليبي، ومن عتق مدير عام مكتب محافظ شبوة الأستاذ محسن الحاج، على أن ينضم إلينا لاحقا من الرياض وكيل أول محافظة شبوة ناصر القميشي والناشط السياسي ياسر الصيدي. نبدأ معك سيادة العقيد الركن علي صالح الكليبي، مساء الخير بداية. أهلا وسهلا، السلام ورحمة الله. حياكم الله. سيادة العقيد، باعتبار أن التطورات الأهم تجري في غرب المحافظة تحديدا في عسيلان وبيحان، نتحدث عن مواجهات وتقدم كبير لقوات الجيش والمقاومة، هل لك أن تعطينا معلومات عن طبيعة العملية العسكرية الجارية في هذه المناطق؟ نعم، نحن منذ أعطيت من المهمة وتحدثنا على المكان في مواجهة الحوثيين، مستهدف من قبل الحوثيين يوميا، تتم المواجهات يوميا لا توقف نهائيا حتى في اثناء الليل. وحتى على سبيل المثال هذا تم استهدافنا من قبلهم، وقمنا احنا بالاغارات على المواقع حق الحوثيين، مما ادى الى تحطيم طاقم من الحوثيين تقريبا وخمسه جرحى منهم، هكذا المعلومات عندنا. والمواجهات مستمرة، أنا احنا وياهم في كل يوم.
في كل لحظة. طيب ما هي أهمية تحرير مناطق عسيلان وبيحان بالنسبة لكم أنتم ك يعني رئاسة لأركان اللواء 19 مشاة؟ احنا كل شبرة في اليمن يهمنا يعني تحريرها من كل الميليشيات المسلحة، سواء في بيحان أو في صنعاء في أي مكان من أجزاء اليمن. يهمنا أيضا إنهاء هذا الميليشيات المسلحة الذي اقتصمت شعبنا ودمرت البيوت ودمرت ودكلت الأطفال والنساء. فإحنا جاهزين في منتظرين ساعة السطر يعني يأتي من القيادة السياسية، وإلا ما نزلنا لهنا إلا لتحرير هذه المناطق. طيب ما الذي يعيق القوات أمام حسم معركة عسيلان بالكامل والانتقال إلى بيحان؟ لا يعيقنا شيء الا ساعة الصفر، يعني الا ساعة الصفر ورئاسة الاركان العامة والقيادة السياسية. رئاسة الاركان العامة تمثل في محمد اللواء الركن محمد علي المقدشي، والقيادة السياسية الممثلة في رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي. طيب ارجو ان تبقى معنا سيادة العقيد. ينضم الينا الان مدير مكتب محافظ شبوة محسن الحاج. مرحبا أستاذ محسن. مرحبا بكم. حياكم الله أستاذ محسن. ما الذي يحدث في شبوة؟ لماذا كل هذه الاختلالات التي يعني الكثير يقولون أنها تضع الناس في حيرة أزاء مستقبل المحافظة؟ تحية لكم وللمشاهدين. طبعا ما هو حاصل في شبوه هو مثال طبيعي لما هو حاصل من الفراغ الامني الكبير الذي يحصل في المحافظه. المحافظه اليوم تعيش جانب امني او وضع امني سيء جدا. المحافظه بدون امن. نحن تخاطبنا مع رئاسه الجمهوريه، تخاطبنا مع دول التحالف، تخاطبنا مع الجهات ذات العلاقه على توفير امكانيات لتامين المحافظه، لكنها كلها تبقى وعود لم يحقق منها شيء لحد الآن. طيب يعني ما هو سبب غياب الدولة أو السلطات الشرعية عن معظم مديريات محافظة شبوة؟ طبعا لا يخفى أن بعد ثورة الشباب في 11 فبراير تم سحب كل المعسكرات وكل القوات القوى الأمنية في المديريات، وبقيت منذ ذلك الحين وهي والمديريات خالية من أي عناصر أمنية. إضافة إلى ما حصل في الفترة الأخيرة من انقلاب على الشرعية من قبل الحوثيين، وتم إكمال هذا المسلسل وتم سحب كل القوات، بل وإن شبوة المديريات التي دخلتها الحوثيين الذي دخلوا الحوثيين نهبوا كل شيء في المحافظة حال انسحابهم، وتركت المحافظة من دون إمكانيات، تركت المحافظة من دون أي قوة أمنية أو جيش أو شيء كذا. فبقيت المحافظه على هذا الحال، ونحن نعاني حقيقه نعاني. ومثل ما ذكرنا خاطبنا دول التحالف، خاطبنا الرئاسه، خاطبنا رئاسه الوزراء على ان يقوموا بتوفير مثل هذه الامور التي يتطلبها الجانب الامني، لكن لحد الان كلها تبقى وعود منتظرين الوفاء بها. طيب اذا ما يعني سالتكم انتم في قياده المحافظه عن الجانب العسكري في العملية العسكرية الجارية في الغرب منها، ما أخبار المحافظات أو المديريات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين؟ متى ستحرر هذه المناطق؟ المديريات الثلاث، مديرية بيحان هي التي تلبس ما زالت تحت احتلال الميليشيات الحوثية، وقد تحركت وجهزت اللواءين اللواء 21 واللواء 19 لمجابهة ودحر الميليشيات الحوثية من هذه المديريات. ونحن نتابع متى ستبدأ المعركة، ومثل ما ذكر لك الأخ العزيز أركان اللواء اللواء 19 هم ينتظروا ساعة الصفر وأمر التحرك، وستبدأ معركة التحرير بإذن الله. طيب تفضل بالبقاء معنا سيادة يعني أستاذي. ننتقل الآن إلى أو أعود إلى الأستاذ سيادة العقيد الركن علي صالح. سيادة العقيد،
ما حجم قوات التحالف المشاركة في عملية تحرير المناطق الغربية الشمالية لمحافظة شبوة؟ والله قوات التحالف مشاركة في كل مكان، ينقص عندنا المشاركة احنا في المكان اللي احنا متواجدين فيه. لحد الآن لم تأتي قوات من قوات التحالف، إنما تأتي رموز إلى الأماكن، وهناك أيضا يعني الدعم، يعني الدعم برضه ينقص نوعا من الدعم في هذا الجبهة، ولكن هناك في عزيمة موجودة عند كافة أبطال اللواء 19 وكل أبطال المقاومة المتواجدين على مشارف سيلان وبيحان، عندهم العزيمة للدخول وتحرير هذه المناطق في أي لحظة تأتي لهم الأوامر. طيب بالنسبة للمناطق التي تم السيطرة عليها حتى الآن، ما مدى تأمينها وإحكام القبضة الأمنية عليها بحيث لا تستعاد أو تستعاد من قبل الميليشيا أو تقع تحت سيطرة جماعات متطرفة كتنظيم القاعدة ونكون في مشكلة ثم نقع في مشكلة أخرى؟ نحن في الأماكن التي تمت السيطرة عليها مؤمنينها يعني بكل عزيمة وبكل إمكانية صناعة المتاحة الموجودة، وبإذن الله تعالى لا نسمح لأي فئات أن تدخلها، أي منطقة نأمنها إحنا مسؤولين عن تأمينها. إذن طيب بسؤال أخير أستاذ أو سيادة العقيد، يعني هذه المعركة الدائرة في هذه المحافظة، هل هناك تنسيق مع الجبهات الأخرى في مأرب أم أنها معركة تقومون أنتم في أركان اللواء 19 بمفردكم فيها؟ لا، نحن تحت رئاسة الأركان العام الممثلة برئيس الأركان العام اللواء محمد علي الملكي ونائبه اللواء دكتور ناصر عبد البطاري وقيادة المنطقة الثالثة، نحن من ضمن المنطقة ويوجد لدينا التنسيق والتواصل في أي حدث أو أي لحظة. إذا شكرا لك سيادة العقيد الركن علي صالح الكليبي رئيس أركان اللواء 19، مشاهد كنت معنا عبر الهاتف. أعود إلى الأستاذ محسن الحاج مدير عام مكتب محافظ شبوة. أستاذ محسن، يعني عزان تحت سيطرة تنظيم القاعدة والشريط الساحلي خارج نطاق التغطية الأمنية أو لنقل خارج السيطرة، أين دور السلطات من هذا كله؟ صحيح ما هو حاصل انه تنظيم القاعده هو كثير من الجماعات المسلحه سواء الجماعات الايديولوجيه او الجماعات السلب والنهب، هذا نتاج للفراغ الامني الذي موجود في المحافظه نتيجه لقله الامكانيات او انعدام الامكانيات بالاصح، فهو نتاج طبيعي لان تظهر هذه الجماعات المسلحه في هنا وهناك. ليس هناك وجود للقوى الامنيه او في هذه المديريات، ومن الطبيعي ان تظهر هذه الجماعات سواء الجماعات الايديولوجيه او جماعات الصف المسلح. هذا مثل ما ذكرنا، هذا نتاج طبيعي لغياب الدوله. طيب هل تتواصلون مع رئاسه الجمهوريه والحكومه لتقديم المزيد من الدعم لكم؟ المحافظة تعاني كثير، تعاني كثير. المحافظة اليوم مشكلتنا ليست في الجماعات المسلحة فقط. نحن اليوم في اليوم السابع والكهرباء مقطوعة عن شبوة. نحن نعاني من هذه المعاناة. اليوم شبوة أصبحت اقتسام بين الجماعات سواء الجماعات المسلحة أو الجماعات المقننة تحت مسمى الشركات. اليوم شركة جريكو تغلق محطة الكهرباء. اليوم الكهرباء لا توجد في شبوة، تتصور أنه لا يوجد بيت يشتغل في شبوة بسبب إغلاق شركة جريكو للكهرباء. محافظتنا محافظة منتجة للنفط والغاز. حينما كانت تنتج هذه المنتجات وكانت تساهم في الاقتصاد الوطني، يعني لم يشفع لها هذا اليوم في 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 بقاء محطه الكهرباء تشتغل. هذا نوجه الى 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 الرئاسه والى الحكومه والى ذوي الشان ان 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 لا ان لا يتركوا شبوه في هذا في 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 في, في هذا المعمعان. شبوه تتقاسمها وتتقاسمها الامواج.
يعني صراحه نلقي باللائمه على شركه جريك وعلى هذا التصرف الذي قامت به. الذي قامت به واغلقت محطه الكهرباء، اليوم نحن نعيش في ظلام دامس، وهذا من العيب ومن المعيب ان تقوم الشركه شركه جريك بمثل هذا العمل، مثل هذا العمل الذي شبوه لم يشفع لها رفض الاقتصاد الوطني للنفط والغاز، شبوها منتجه للنفط، منتجه للغاز، منتجه للاسماك، منتجه لاشياء كثيره، لكن مع ذلك لم يشفع لها. ومن الطبيعي ان تكون موزعه ومفرقه بين هذه الجماعات وتلك. نعم. ونحن نأسف لما قامت به شركة جريكو، ربما انتقد في هذا الكلام، لكن هذا هو الواقع، هذه معاناتنا. طيب تفضل بالبقاء معنا أستاذ محسن. نعم. والجماعات المسلحة والجماعات المقننة. أرجو أن تبقى معنا أستاذ محسن، ينضم إلينا الآن ناشط سياسي ياسر الصيدي. مساء الخير بداية أستاذ ياسر. أستاذ ياسر أنت معي؟ يبدو أن الاتصال لم يجهز بعد. أعود إلى الأستاذ محسن. أستاذ محسن، يعني يلاحظ أن يعني المحافظة سبق وتحررت عاصمة المحافظة وكافة المديريات، بقيت فقط المواقع الموجودة في الجهة الشمالية الغربية. ما هو السبب وراء عدم تأمين المحافظة بشكل كامل؟ كل ما يدور هو الامكانيات وتاهيل الامن والجيش هو محور الارتكاز في المحافظه. نحن نعاني كثير، المحافظه تعاني كثير، المحافظه ليس لديها امكانيات، المحافظه اليوم تعيش وضع خارج خارطه الدوله، يبدو هكذا. المحافظه لم تتحصل على اي دعم، المحافظه لم تتحصل على اي دعم سواء في جانب الجيش او جانب الامن او الجانب التنموي. اليوم نحن نعيش بوضعنا، نعيش بامكانياتنا المتواضعه البسيطه جدا. لذلك ما هو حاصل هو نتاج لهذا. طيب اذا ما تحدثنا عن النسيج القبلي والاجتماعي في شبوة، هل يمكن ان تكون او ان تكون شبوة جبهه صد امام اي تغول لجماعات العنف فيها؟ ما في شك، شبوه الان شكل مجلس للمقاومه في مديريات بيحان، يعمل على اسناد الجيش لتحرير المديريه. القبائل ستعمل قدر امكانها، لكن يبقى عمل الدوله وامكانيه الدوله هي الاهم، وهي التي ستقوم بكل ما هو قائم على الدوله. المواطن سيتعاون، الناس ستتعاون، لكن يبقى ما هو على الدولة هو الأهم والمهم. طيب هل هناك محاولات لديكم في السلطة المحلية لمحاولة إعادة هيبة الدولة لما يفترض أن تكون عليه؟ نحن نبذل جهود، الأخ المحافظ يبذل جهود كبيرة ومضنية. الأخ المحافظ يعمل ليل ونهار مع قيادة السلطة المحلية لأن تعود سلطة الدولة. نعمل بكل جهد، لكن تبقى مسألة الإمكانيات. نحن تكلمنا مرة وأولى وثانية وثالثة، وسنبقى نتكلم عن موضوع الإمكانيات. المحافظ والسلطة المحلية لا تستطيع أن تعمل إذا لم تجد هناك إمكانيات. نحن نحتاج الإمكانيات. الناس والمواطنين هم مع إعادة الدولة، هم مع إعادة هيبة الدولة، وسيتعاونون وستتعاون الناس كلها. يبقى مسألة الإمكانيات هي التي نفتقدها، وهي التي نريدها، وهي التي نطلبها من الرئاسة ورئاسة الوزراء، ونتمنى أن يسمعونا وأن يعطوا شبوة حقها في هذا الجانب. طيب يعني سيادة أستاذ محسن، بسؤال أخير، يعني ما هي الخطوات الممكن عملها بما هو موجود لديكم لتحسين الوضع في المحافظة؟ نحن نبذل جهود في السلطة المحلية، جهود بالإمكانيات التي لدينا. طبعا تخرجت مجاميع أو دفع من القوات الأمنية
ما يقارب يعني 200 فرد او 300 فرد الى 500 فرد بجهود ذاتيه، تدربوا بجهود ذاتيه. كذلك في الجيش مجموعه كتائب في 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 في, في اللواء في اللواء الثاني شاه جبلي، لا باس انطلق في هذا الجانب وتحرك في في اللواء 30 في قياده المحور، لازم كلها تبقى بجهود ذاتيه. لم يكن الدعم هذا الذي هو الذي هو بالمعنى الحقيقي الذي الذي يبني الجيش ويبني الامن، هي جهود ذاتيه نعمل عليها وان شاء الله انها تحقق ولو الشيء اليسير للمحافظه. اذا شكرا لك الاستاذ محسن الحاج مدير مكتب محافظه شبوه، كنت معنا عبر الهاتف. اذا مشاهدينا الكرام نذهب الى فاصل قصير، نعود بعده لاستئناف نقاشنا، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نعود لمناقشة موضوعنا. ينضم إلينا الآن الوكيل أول محافظة شبوة الأستاذ ناصر القميشي، مرحبا بك أستاذ ناصر. يا مرحبا وسهلا، حياكم الله أستاذ ناصر. لماذا تنزلق شبوة في الفراغ الأمني ويفتح الباب أمام تغول جماعات العنف؟ السؤال يقول أين السلطات الشرعية من كل ما يجري؟ أخي العزيز، الشبوة تعاني من الشبوة تعاني كثيرا نظرا لعدم الإمكانيات هناك لدينا، ولكن السلطة المحلية مع الجهات الأمنية تقوم بدور فعال ونواجه الكثير من المشاكل هناك، ولكن بإذن الله نتغلب على هذه المصاعب ونبذل جهود لبسط الأمن في ربوع المحافظة. طيب بالنسبة للمقاومة الشعبية، ما مدى التنسيق بينكم وبينها حتى يعني أنتم كسلطة محلية أقصد حتى يعني يتم احتوائها وتشكل سياج أمني للمحافظة؟ لا شك ان دور المقاومه دور فعال الى جانب الاجهزه الامنيه في المحافظه، ونحن هدفنا واحد هو امن واستقرار المحافظه، ولكن نظرا لشح الامكانيات لدينا نواجه صعوبات يمه، ولكن بفضل الدور الذي تقوم به القيادة في المحافظة ممثلة بالأخ الشيخ عبد الله في محافظة المحافظة والقيادات الأمنية والأجهزة، نحاول أن إذا كل المجالات. طبعا لا شك أن شبوة تعاني كثير من المشاكل، نحن عندنا عدة مشاكل في غرب المحافظة، لا زال الميليشيات الحوثية محتلة أجزاء في المنطقة الغربية، ولكن بإذن الله النصر آتي وستصبح شبوة خالية. نعم، إذا شكرا لك وكيل أول محافظة شبوة الأستاذ ناصر القميشي، كنت معنا عبر الهاتف. إذا بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. في الأخير أشكر ضيوفي الذين كانوا معي عبر الهاتف، وأشكركم أيضا، تقبلوا تحياتي إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.